كوكو، واش راكم؟ راني في ماتسوموتو كاسل. كما راكم تشوفوا هذه هي لونتري ديالو، يعني البناء جاي بالطريقة اليابانية القديمة، وانا هذا هو واش نحب. ليسونسيال حبيت نباسي ان ميساج للزايرين اللي راهم يشوفوا فيا. الحاجة اللي عجبتني بزاف 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 في هذه البلاد هو النقاء، نظافة البلاد. وعلاش بلادهم نقية؟ باسكو يربوا ولادهم ولاد ولادهم انه البلاد هذه هي دارهم. مش معناتها دارهم، معناتها كيما تنقي برا كيما تنقي في الجزائر. ضروري جدا ولادنا يترباو باحساس المسؤوليه. واش معناتها احساس المسؤوليه؟ معناتها نربوا ولادنا صغار انه ما يرموش برا الكوارت، ما يرموش برا الزبل. وكاين حاجه لاحظتها في هذه الدوله، انه ما كاش وين نرمي الزبل. دونك انا حاشاكم، يعني دائما الساشيات الكوارت نخليهم في الساك ديالي حتى نروح للوتيل ونرميهم في لابوبال تما. علموا بلادكم بلي دزاير بلادكم، بلادكم دزاير داركم. مش معناتها معناتها كيما تنقي داخل دارك نقي برا دارك. مو نحبكم كاع وصحة عيدكم.